يقول: هل من نصيحة لمن يفتي الناس بغير علم؟ هذا مرتكب لخطر عظيم، لأنه يقول على الله بغير علم. الله جل وعلا يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالذي يفتي بغير علم يكذب على الله ويقول على الله بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. العالم إذا سئل عن شيء وهو لا يعرف أو لا يستحضر الجواب لا يفتي، يتوقف حتى يتثبت ويراجع. ولا يفتي بغير تثبت، هذا العالم، فكيف بالعام والجاهل وطالب العلم المبتدئ؟ نعم.